بصي التيشيرت ده كمان حلو قوي. بصي اصفر احمر. وريه كده متاخره عن ميعادك ساعه ليه؟ معلش الدنيا زحمه والمواصلات. زحمه والمواصلات نصحوا بدري ولا انت كنت بتعملي شغلنا قبل ما تيجي هنا؟ لا ما كنتش بعمل حاجه. لا شكلك كنت بتعملي شغلنا قبل ما تيجي هنا وجايه تريحي عندي. بعدين مش تنضفي اوضتي؟ استني يا امي. عاوزه اعرفي انت ليه دلوقتي عاوزه اعرفي انت وعيال عافيه مكركبه كده؟ عايز اسالك سؤال. انت لما بتجي لي اخر الشهر وايديكي بتتمد قدامك كده 10 متر عايزه القبض بتاعك، بقول لك بنقص الجنيه؟ لا. بقول لك اي كلمه؟ لا. طب ليه ما بتدينيش حقي زي ما انا بديكي حقك؟ يا مزوكا على فكره بنتك بتلعب بحاجاتي. وانا بحبش حد يلعب بحاجاتي. بس بنتك تنظف الاوضه لبنتي وما تلعبش في حاجه بنتي، وعايزه كلمتين على لسانك. حاضر وانا اسفه. الكلمتين دول لو راحوا من بقك مش هسيبك وهمشيكي من البيت يا ام يا مسوكه. البيت جوه مكركب ومعفن ومنيل ب60 نيله، يخش يتنظف حالا. بعد اذنك ما تلعبيش بلعبي عشان ما بحبش حد يلعب بلعبي، دي حاجه ثانيه. ماشي اتفضلي وانا جايه وراكي. يا ام حاجتي كل شويه تحرق الدم، والله لو الاقي غيرها ماشيه في ساعتها. ماما هي بتزعق لنا كده ليه يا ماما؟ مش عارفه انا هي بتعمل كده ليه، كل يوم الصبح لازم تسمعنا ام الكلمتين دول. تعرف هي بتجيبنا تزعق لنا يعني؟ هو انا عشان انا محتاجه الفلوس دول لازم استحمل، لو انا مش محتاجه الفلوس والله العظيم ما كنت جيت لها ولا وريتها وش تاني. لازم نستحملوها يا ماما. يا ماما يا ماما الحقيقة يا ماما. ايه يا أغنية؟ سكر بتلعب في تليفوني يا ماما عمالة تغيظني. انت يا بت انا مش قلتلك ما تلعبيش في تليفونها تاني؟ ده انا لسه هعطيك الموشح بره. تلعب في التليفون ليه؟ انا قلتلك ما تلعبيش في تليفوني. ده انا لسه بقولك ما تلعبيش في حاجة أمنية، بتلعبي في تليفونها دلوقتي. انت بتلعب في حاجتك انا يعني؟ انت يا بت ما عندكيش دم؟ لازم افضل اتكلم وازيد كتير كده؟ خلاص انا اسفة يا مدام مش هلعب في حاجة حد. ما انت لسه قايلة لي اسفة مرة يا ام سودة. انت يا ست نعم تعالي الحقيقي بنتك دي. في ايه؟ انا مش لسه طالعة برا، قلت لك يا حبيبتي ما تخليش بنتك تلعب في حاجة بنتي. اه اللي بنتك بتعمله ده ماسكة تليفون بنتي ليه؟ معلش. وبعدين انت يا بت لما تيجي بعد كده تخشي تروقي اوضة بنتي قبل ما تخشي تروحي تغسلي ايدك كويس وتغسلي وشك قبل ما تخشي تمسكي حاجه من اوضه بيتي. خلاص انا هنضفها انا هنضفها. خلاص لو انت هتنضفيها وشك يبقى بعيد عن الملايه عشان نفسك وحش. يا ماما والبق... ما تخليش يا ماما تطبق هدومي يا ماما، بصراحه ايديها مش حلوه يا ماما. تغسلي ايدك قبل ما تطبقي الهدوم، عارفه لو مسكتي الهدوم من غير ما تغسلي ايدك تغسليها تاني. يا ماما لما تحضري لي الفطار يا ماما ما تغسليش ايديها. ماشي استني يا امنيه بقى كده قبل ما تمسكي حاجة من حاجات بيتي، نفسك يبقى بعيد عن البطانية والغطا اللي بيتي بتستغطى بيهم، وتروقي الأوضة كويس وتسيقيها وتمسحيها، وتخشي على المطبخ لما تعملي حلة بامية ولا حاجة نفسك بعيد كده، مش عايزاكي تطبخي وأنت عاملة كده، اطبخي لي عاملة كده. تمام؟ وامبارح هدخل المطبخ بالليل ألاقي الكوباية معفنة، ليه ما بتغسليش كويس؟ ما بتاخديش قبضك آخر الشهر؟ ولا انت ايدك طول كده بقى وانت بتاخدي القبض بتاعك؟ ايديك 10 متر قدامي انت القبض بتاعي، ما بديهولك اهو ما تقدمي لي زي ما بقدم لك. ماشي حاضر. اتفضلي يلا خدي بنتك معاكي ولو مسكت حاجه ثانيه مش هسيبها. خلاص يا امي يا حبيبتي مش هتمسك لك اي حاجه ثانيه. انا عطيت لهم الدرس اللي هو اللي كل يوم بديهولهم. ما برضه بيحرموش يا ماما برضه. خلاص معلش يا حبيبتي خشي شوفي انت وراكي ايه دلوقتي. ماما ما تيجي نمشي بقى، انا تعبت كل شويه امنيه بتزعقني وانا ما عملتش حاجه يا ماما. اكل العيش مر، لازم عشان نيجي نقبض اخر الشهر ما نلاقيش فلوس هنصرف منين؟ بس انا ما مسكتش تليفونها وهي كل شويه تزعقني. انا عارفه بس سيبيها هنعمل ايه؟ معلش. بصي يا أمنية عايزاكي تكتبي واجب العربي كويس عشان الناس تشتغل. ازيك يا احمد؟ عاملين ايه؟ الحمد لله والله كويسين. ايه اخبارك؟ الحمد لله. يا بنتي صوتك عالي ليه كده؟
والله يا احمد ده انا لما اتعاملتش معاها كده متاخره النهارده عن ميعادها وجاتلي متاخره ميعاد متاخر قبل كده كل شويه تمسك حاجتي. لا يا ندى واحده واحده ندى لو ما عملتهاش كده هتشغلنا احنا الخدامين عندها. انت مش للدرجه دي برضو انسانه برضو ندى. لا انا شايفه ان الاسلوب ده هي اللي بتمشي بيه صح. خلي بالك اسلوبك مش عاجبني. خلي بالك لازم تعمليها احسن من المهم سيبك منها. ايه الشنطه دي؟ مفيش. مبروك الاول. مبروك بس على ايه؟ بعت الشقه بتاعت العجم. قول والله الحمد لله بمليون بمليون و100 الف جنيه. طيب ومفيش بقى فيلا في مراسي ولا في اي حاجه؟ ما انا باذن الله بعت الشقه بتاعت العجم عشان في فيلا عجباني. دول مليون و100 وهحط عليهم كمان مليون و100 وهنجيبوا الفيلا اللي في القريه السياحيه. خلاص تمام كده رايك كده؟ ماشي. خدي بقى دخلي الفلوس جوه ديت. ماشي وتعالى نقعد في الجنينه شويه بقى اوريك صور الفيلا وكده. تمام. بص يا امنيه هجيب لك حته فيلا بحمام سباحه بقى عشان تبلبطي براحتك. كده يا بابا؟ والله يا حبيبتي. شكرا يا بابا. ماشي. وانت يا امنيه مش عايزك تبقي شبه ماما. انت يا امنيه برضه مالكيش صحاب. انا خلصت كل اللي ورايا. خلصتي الشقه كلها؟ اه. طيب. هروح دلوقتي ماشي؟ ماشي تمام. بكره ميعادك الساعه 8 الصبح تجيلي. حاضر. بس انا عاوزه النهارده اخر الشهر وعاوزه اقبض. شفتي بقى لسانك طول ازاي في القبض؟ بتعرفي تتكلمي قوي وانت عايزه القبض. القبض كام؟ 600 جنيه. هات 500 بس يا احمد. ليه ما هي بتقبض 600؟ لا يا احمد عشان تتعود بعد كده ما تتاخرش عن ميعادها تاني. والله انا محتاجاه. هو 500 لما تيجي بعد كده 8 الصبح وتمشي 5 المغرب تبقي اطلبي اللي انت عايزاه. ده الغلابه انا ده فين؟ 500 بس يا احمد. انت حره بقى. قبضك. ماشي. بكره 8 الصبح تبقي هنا. حاضر. واتي ما تمسكيش حاجه بيتي تاني. اقعدي بقى كده فكري فيها في البيت كويس. خلاص انا فهمتها. ماشي اتفضلي. لا ده ما زدتهم 100 جنيه كمان. انا فيها ايه؟ لا لا عشان النهارده اتاخرت ساعه عن ميعادها. ومن اسبوعين اتاخرت ساعه عن ميعادها. لازم تتعلم. واول امبارح مشي لي بدري نص ساعه. خلي بالك انا انت معاملتك جامده معاهم وقويه معاهم انا ده واحده يا احمد واحدة. انا مش جامده. لو ما تعاملوش كده والله العظيم احنا اللي هنشتغل عندهم خدامين بعد كده. هو يا امنيه تبقى شبه امك يا امنيه. ماشي انا عايزك تصاحب البنت دي. انت مالكيش صحاب. بس مش ده اللي تمسك حاجتي. فيها ايه يا امنيه؟ انا تعمل ايه بالحاجه؟ ما بحبش حد يمسك حاجتي. بص علمت بنتك ايه كده احسن ليها. والله العظيم يا ندى انت بص تحرق. كنت هوريك صور الفيلا مش موريها لي. لا وريني. ماما هو انت قلت كده ليه؟ انت زعلت يا ماما؟ ما تزعليش منه. بدل ما يزودوا لي 100 جنيه خصموا مني 100 جنيه. اعمل ايه وانا مصدق مستنيه يوم القبض ده علشان اسدد الفلوس اللي عليا؟ معلش يا ماما. والله العظيم انا تعبت وزهقت مش عارفه اعمل ايه. والله العظيم الناس دي اغبياء. بيقولوا قدامي معاهم مليون و100 الف جنيه وانا بقبض 600 جنيه. لحتى لو انا شريفه ومش بسرق غصب عني ان انا هسرقه. خليكي هنا. ماشي. استهلم. انا نسيت بس مفتاح الشقه. ممكن ادخل اجيبه؟ خش هاتي. دي احلى. دي شبابيكها احلى. لا لا احنا بص احنا عايزين اللي فيها حمام سباحه اكبر عشان امنيه. بس انا عايزه حمام سباحه جميل. وانا كمان. ده يا امنيه؟ اه ده جميل قوي. ده شكل الدايره احلى من المربع. لا بس المربع احلى اكبر. بجد؟ اه والله. طب انا عايزه اللي هو الطويل ده اللي هو كده هو ده. ايوه. لا دي يا ماما دي فلوسهم. زي ما حرقوا قلبي على 100 جنيه هحرق قلبهم على المليون و100 الف جنيه. يعني انت خدت فلوسهم؟ اه خدت فلوسهم. والله حتى لو اتمسكنا القاضي هيطلعنا براءة. ليه يا ماما هيطلعنا براءة؟ عشان دولت اغبياء بيتكلموا قدامي وانا باخد بقبض 600 جنيه وبيتكلموا قدامي على مليون جنيه. احنا هناخدوا الفلوس دي ونروحوا بلدنا. هي ولا تعرف حاجة عني غير اسمي ام سوكا. لا تعرف انا ساكنة فين ولا بلدي فين ولا تعرف اي حاجة عني. هناخد الفلوس دي ونروح نشتروا بيت ونشتروا بتاع ده محل نأجروه ولا نعملوا بأي حاجة ونعيشوا حياتنا.
ماشي؟